النهارده ليله الاهلي، الاهلي قبل السنه كده، قبل السنه ما تخلص وداخلين على سنه جديده، النادي الاهلي لازم يفوز باي بطوله، لازم يفوز بكل البطولات. كابتن ناجي سلامه المدرب العام، مليون مبروك، مليون مبروك. تعبتوا ممكن الكوارتر الاولاني والثاني هربوا منكم، بس الثالث والرابع، وبقول الرابع والنادي الاهلي محدش يعرف يلعب معاه ولا يهرج معاه خالص. الحمد لله، هو مبدئيا الحمد لله احمد اكرم، بشكر فضلك على كل شيء، وبنشكر النادي يعني مجلس الاداره والنشاط الرياضي والناس كلها اللي وقفت معانا. والحمد لله احمد اكرم، بشكر فضلك. كل اللي طلبناه عملنا معسكر قبلها، قبل البطوله بيومين ثلاثه، الناس واقفين معانا، سبورت من مجلس الاداره زي ما حضرتك شايف، سياده الوزير نائب رئيس مجلس الاداره كابتن رؤوف، دكتور مهند، الناس كلها متابعانا حتى في التلفزيون. هذا اقول لحضرتك ان احنا الحمد لله احمد اكرم، بشكر فضلك ان في جيل لنادي الاهلي. الحمد لله، الحمد لله، ان شاء الله باذن الله على مدار السنين اللي جايه دول هيكونوا نجوم المستقبل ان شاء الله باذن الله. مليون مبروك يا كابتن، وباذن الله الانتصارات تتوالى والبطولات تتوالى، النادي الاهلي يستحق كل خير باذن الله ان شاء الله. وهذا اقول، بس هو الماتش النهارده كان صعب جدا، اللود كان على الشباب، كان صعب قوي. ان انت لما تكسب امبارح زي ما قلت حاجه، احنا جينا عشان بطوله، التارجت بتاعنا حققنا منه 50% امبارح. الاولاد نازلين اول مره في تاريخ النادي الاهلي او في تاريخ الاتحاد المصري لكره السله فريق مرتبط ينهي البطوله قبل فريق الكبير، يكون مخلص المباراه ومخلص البطوله، حازين على البطوله فعليا، والماتش الاخير يبقى تحصيل حاصل. مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهير النادي الاهلي، وبشكركم جميعا، وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. مبروك، شكرا لحضرتك جدا. مشاهدي قناه الاهلي، مستمرين معاكم في افراحنا، مستمرين مع نجوم اللقاء، اللاعبين اللي كسروا الدنيا النهارده، اللي شرفوا النادي النهارده، النادي الاهلي النهارده، اللي هو اطمئن على سيف، اللاعب اللي خلع قلوبنا كلها وخلانا يعني قاعدين قلقانين عليك. سيف، قول لي مليون مبروك وطمنا على ركبتك. الله يبارك فيك، والحمد لله يعني ان شاء الله تيجي سليمه يعني، وانا يعني اول مره تحصل لي وكده، فكان شكلها يخد بس شويه وكده، فيعني وساعتها بسرعه كانت رجلي وجعاني قوي كده، فالموضوع كان مؤلم شويه، بس ان شاء الله خير. لا لا خير الحمد لله، ماشي عليها وباذن الله، وهعمل اشعات وان شاء الله سليمه ان شاء الله باذن الله. النهارده خروجك فرق مع النادي الاهلي جامد جدا. لا الحمد لله، اللعيبه رجاله والنادي يعني ما بيقفش على حد، يعني اي حد ينزل هيأدي احسن من اللي كان في الملعب. الحمد لله احنا كسبنا عشان كلنا كنا رجاله وتعبنا جدا، ربنا كرمنا على تعبنا ده، بس الحمد لله على البطوله، يعني بطوله كبيره بالحجم ده، يعني كنا محتاجينها في وقت زي ده. مبروك يا سيف، والف مليون سلام عليك. يبارك فيك، الف مليون سلام. ميرسي جدا. مستمرين، دي يمكن مع نجم من نجوم اللقاء، مؤمن طارق خيري، رمانه الميزان، يعني ثلاثياتك تخلص كل حاجه، ايه الجمال والروعه دي يا مؤمن، يعني ما شاء الله عليك. لا لا، مستقبل النادي الاهلي بجد، شابوه، مليون مبروك ليك يا حبيبي. الله يبارك في حضرتك. والله والحمد لله ربنا كرمنا في اخر ماتش، وزي ما بيقولوا ابن الوز عوام. حاجات كده خفيفه. انت قاعد بيقول لك بلاش ثلاثيات، قاعد شايفه بره بلاش ثلاثيات، ما كانتش ماشيه بس مشيت في الاخر. لا هو ده، دي مشكله بقى عندنا، فهو قاعد على اعصابه، لان احنا لو كنا خسرنا كان هيحصل مشكله في الدرجه الاولى، لان هم عندهم اصابات كتيره جدا، فاحنا لاعبين طول الماتش عندنا يعني احنا اغلبنا مصاب ومرهق من ماتش امبارح ومن التشجيع امبارح مع الدرجه الاولى، بس ربنا ستر وكرمنا الحمد لله في اخر ماتش. مليون مبروك يا مؤمن، وباذن الله بطولات تتوالى بقى، انت مستقبل النادي الاهلي والقادم افضل باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. محمود وليد نجم من نجوم الفرقه، بنقول لك مليون مبروك يا محمود، ما شاء الله بجد عملتوا جيم هايل، لعيبه رجاله في ارض الملعب، الكوارتر الرابع باين عزيمه واصرار لعيب النادي الاهلي على حسم اللقب النهارده. ايوه طبعا، احنا بنشتغل من اول السيزون على ان احنا ناخد البطوله دي، اهم بطوله عندنا، وطبعا احنا بنساعد فيرست تيم في كل الماتشات من ساعه لما كانوا لسه عندهم اصابات كتيره، وبس ان شاء الله بقى نفكر في الجمهوريه والمنطقه ونكسبهم زي السنه اللي فاتت واللي قبلها. جماهير الاهلي طماع. ايوه عشان كده هنساعدهم ونجيب البطولات اللي جايه. كل البطولات ان شاء الله. حبيبي يا غالي مبروك. بيبو سهران نجم من نجوم الفرقه النهارده، بنقول لك مليون مليون مبروك يا بيبو. النهارده ما شاء الله رجاله، وممكن الكوارتر الرابع اما الاهلي احتاجكم لا واقفين وبتصمدوا وبتتقدموا، مليون مبروك البطوله. الله يبارك حضرتك، واحنا تعبنا طول السيزون، وكابتن احمد اشتغل معانا جامد ومدي لكل واحد ثقه فينا وبيلعبنا كلنا، فهو مش مقصر مع حد، واحنا كلنا يعني عايزين ناخد البطوله دي، يعني علشان هي اغلى بطوله لينا قدام الاتحاد الاسكندري، عشان هم بيقولوا عليهم ان هم احسن فرقه في مصر، فاحنا الحمد لله اجتهدنا وعملنا اللي علينا الحمد لله. مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. يمكن مع الدكتور وليد الخراط مدير جهاز كره السله اللي مرتبط. دكتور مليون مبروك يا دكتور، الفرحه حلوه والانتصارات كويسه
والنادي الاهلي عودنا على كده اهوت الفوز والبطولات. الحمد لله رب العالمين، وانا بشكر حضرتك وبشكر كل الساده اللي كانوا حاضرين النهارده، وبشكر مجلس الاداره والنشاط الرياضي اللي وفر لنا كل السبل اللي احنا عايزينها للنجاح وللبطوله، والحمد لله رب العالمين. حاجه سعيده نفرح بيها اولياء الامور والنادي الاهلي اللي عمرنا ما تعودنا عليه ان احنا دايما يا رب على طول في مكسب ان شاء الله رب العالمين. مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. شكرا. وشادي قناه الاهلي، يمكن مليون مبروك فوز النادي الاهلي بالبطوله الخامسه في تاريخه النهارده، نهائي دوري المرتبط. الاهلي بيفوز على الاتحاد السكندري 71-65 بعد مباراه مثيره. مليون مبروك حصول النادي الاهلي على اللقب، ثالث لقب على التوالي. مليون 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 مبروك، وباذن الله النهارده الساعه 6 النادي الاهلي الكبار يفوز ايضا على الاتحاد السكندري عشان يبقى ختامها مسك باذن الله، ونرفع الكاس النهارده عوده من جديد الاستوديو. اتفضل.